أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. وصفتنا لهذا اليوم من قلب العاصمة التجارية التركية، إنه من إسطنبول. وصفتنا لهذا اليوم إسطنبول سميط. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة وشهية. يعتبر السميط التركي الوصفة الأكثر شعبية في تركيا، إذ يتمتع السميط التركي بطعمه اللذيذ ويتناوله الأتراك بحب وشغف كل صباح مع وجبة فطورهم الأساسية. Hola amigos, estoy con ustedes Ángela de Turquía. Nuestra receta de hoy es Istanbul Summit. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy Ángela. قبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا ومشاركة فيديوهاتنا مع أصدقائكم وأحبتكم. أنتظر تعليقاتكم الجميلة أصدقائي في الكومنت. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير السميط التركي إسطنبول سميط. أما المواد المستخدمة لصناعة السميط فهي كالتالي: طحين حلويات، حليب كامل للدسم، زيت زيتون، زبدة حيواني، سكر، خميرة، ملح، ماء، بيكنج باودر، ينسون، سمسم، دبس العنب. ها هي جميع المواد. أما المقادير فتجدونها بالجرام في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. والآن إليكم طريقة العمل. سأخذ نصف قدح ماء دافئ، أضع فيه الخميرة ومن ثم السكر، ها هو. بعد ذلك أعمل على خلط الاثنين مع بعض وأغطي القدح وأتركه لمدة نصف ساعة أو ربع ساعة حتى يتخمر معنا تماما هكذا. بعد ذلك ها هو طحين الحلويات. سأعمل على نخله. عملية نخل الطحين ضرورية جدا لإدخال أكبر كمية من الهواء بين جزيئات الطحين فيعطينا وصفة ناجحة. نستمر حتى نفاذ كمية الطحين معنا. وبعدما أصبحت الخميرة جاهزة ها هي، أضعها في الكاسة الكبيرة هذه، ومن ثم سأضع حليب دافئ كامل الدسم فوقها، زيت الزيتون والملح واليانسون والبيكنج باودر. يجب أن يكون الحليب دافئ وكذلك الخميرة. هذه ملاحظة مهمة لوصفتنا لهذا اليوم. أخلط المكونات جميعها مع بعض، أي المكونات السائلة. بعد ذلك سأضع الطحين فوق المواد السائلة وأبدأ ب مزج الاثنين مع بعض تدريجيا بهذا الشكل.
استمر بالخلط حتى يصبح الخليط سميك بعض الشيء، ولا أستطيع خلطه بواسطة الملعقة. أبدأ بعجنه بواسطة اليد هكذا. وهكذا تبدو معنا العجينة بعدما رفعتها. أعجنها بهذه الصورة. هنا أنا عجنتها بالصينية لافتقاد مطبخي إلى القطعة الخشبية التي يوضع عليها العجين ليتم فتحه. بعد ذلك أفتح العجينة، أوزع الزبدة الحيواني وأعاود عجنها مرة أخرى حتى تتوزع الزبدة على كامل العجينة تماما. أستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. هكذا تبدو معي عجينة الصميت بعدما أتممت عجنها. سأعمل على تغليفها بالنايلون ومن ثم وضعها بمكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها تماما. يجب إحكام وألقها من جميع الجهات. هنا أنا سأضعها في المطبخ وبدرجة حرارة المطبخ، فهو مناسب جدا للعجينة. بعد ذلك سأقوم بتغطيته بواسطة قطعة قماش هكذا وأتركه حتى تتخمر. والآن وبعدما تخمرت أترون تضاعف حجمها وأصبحت جاهزة للتشكيل. أرفع منها النايلون بهذا الشكل. بعد ذلك سأنثر القليل من الطحين في الصينية هكذا. وأبدأ بأخذ قطعة من العجين هكذا. بعد ذلك سأقسمها إلى أقسام متساوية. وأحاول تسويتها بهذا الشكل. أخذ قطعة ثانية وبنفس الشكل أكرر العملية حتى نفاذ العجينة معي.
وهكذا تبدو معنا العجينة بعدما أتممت تقطيعها. سأعمل على تغطيتها الآن وأتركها حتى ترتاح من يدي وتتخمر للمرة الثانية. الآن وبعد مرور 20 دقيقة تضاعف حجمها أيضا وتخمرت. في هذه الأثناء جهزت صينية الفرن، وضعت فيها ورق الزبدة وأشعلت الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية، لأن السميط يحتاج إلى حرارة عالية. ها هي القطعة الأولى من السميط، شكلتها، سأريكم كيفية التشكيل. ها هو السمسم المستخدم لعمل وصفتنا لهذا اليوم، يجب أن يكون سمسم مقلي. هنا أنا سوف أستخدم 3 أضعاف هذه الكمية، ولكن أضعها في الطبق تدريجيا. وها هو دبس العنب المركز، سأعمل على تحليله بقليل من الماء الدافئ. ها هو الماء الدافئ بما مقداره 50 ملي. ها هي حبة السميط الأولى، سأضعها في الدبس، دبس العنب أولا هكذا، ومن ثم سأضعها في السمسم ومن جميع الجهات، وأضعها في صينية الفرن. نكرر العملية نفسها مع جميع القطع. ها هي القطعة الأولى، سأريكم كيفية عملها. ها هي القطعة الأولى من العجينة، أفتحها على شكل اسطواني بهذا الشكل. بعد ذلك أعمل على برمها بهذا الشكل من كلا الطرفين، وها هي أصبحت جاهزة. ها هي القطعة الثانية، الثالثة، وبنفس الطريقة. هكذا يبدو معنا السميط بعد تشكيله. ها هي الصينية الأولى، هنالك صينية أخرى سأعدها بعد قليل. سأضعها الآن بفرن درجة حرارته 190 درجة مئوية، الرف الوسط، الشعلتين.
وهكذا يبدو معنى الصميت بعد إخراجه من الفرن. تبدو رائحته شهية جدا. عادة ما يتم إعداد الصميت على شكل دائري، هنا أنا أعددته على شكل أسطواني، لا بأس. هكذا يبدو معنا. أترى كم يبدو هش ولذيذ جدا، مقرمش من الخارج وطري من الداخل. أعددت أيضا حبتين من الصميت المدور، سأريكم إياها الآن. هي أعطتني 17 قطعة صميت. ها هو شكلها النهائي، وهكذا يبدو معنا اسطنبول صميت بعدما أتممت إعداده. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. اسبيرو كي تي غوستان واستر راثيتي دي أوي اسطنبول سميت. أحبتي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم الصميت التركي صميت اسطنبول قد نال أعجابكم ورضاكم. يقدم الصميت ساخنا على مائدة الإفطار في الصباح الباكر بالإضافة إلى الجبنة والبيض والشاي الساخن أيضا. بألف صحة وعافية. وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة وأشيف إيفا. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من تركيا. وقبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنت أصدقائي، وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا. تفاعلكم مع قناتنا بكل تأكيد يسعدنا. اذكروا لنا من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا يسعدنا كثيرا. والآن استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.